من الخامات الحديثة اللي مش بقدم الألوان الزيتية هي خامة الأكريليك. هي خامة معتمة وسطها مائي وملهاش ريحة مؤذية زي الألوان الزيتية، ورغم كده احنا ممكن نحصل على عمل فني بنفس جودة ونتيجة الألوان الزيتية، فالحاجات دي بتخليها مناسبة جدا للمبتدئين. عشان كده تابعوا الفيديو للآخر وهتتعلموا ازاي ان انتوا تستخدموها بسهولة. في البداية مهم ان احنا نتدرب من خلال منهج اكاديمي، يعني ان احنا نتدرج في التدريبات من الابسط للاعقد، وده طبعا بعد ما نكون درسنا الاساسيات كفاية بخامة الرصاص او الفحم. وبعد كده نبتدي نتعرف على خصائص الالوان، ولو اخترنا خامة الاكريليك هنبتدي ندرسها من خلال موضوعات بسيطة زي تطبيقات الاشكال الهندسية او الطبيعة الصامتة بطريقة المونوكروم. ده هيساعدنا ان احنا نركز على طريقة الدمج والتعامل مع الخامة نفسها بدون تشتيت درجات الالوان الكتير. مهم جدا كمان ان احنا لما نيجي نتعامل مع نوع من الالوان نعرف ايه هي الخامات المناسبة. فبالنسبة مثلا للاكريليك احنا ممكن نستخدم الاكريليك على ورق من 250 ل 300 جرام، وممكن كمان ان احنا نشتغل على الكانفاس. بالنسبة لي بفضل الاختيار الارخص والانسب للمبتدئين وهو الورق، لانه اسهل في التخزين وكمان تكلفته هتبقى اقل بكتير من ان انا اشتغل على كانفاس، لان انا محتاجة ان انا اتدرب بشكل كبير، فممكن حتى اتدرب على الورقة من الوش والظهر بتاعها. وبشكل عام سواء في الالوان او الفرش نحاول ان احنا نشتري الاسعار تكون معقولة بالنسبة لميزانيتنا، ما نروحش لاغلى حاجة ولا نروح لارخص حاجة، نحاول ان احنا نختار حاجة في النص بينهم لان احنا لسه في مرحلة التدريب. الالوان الزيتية جفافها بطيء، وعشان كده هي مناسبة للاشخاص اللي بيفضلوا انهاء العمل الفني على فترات طويلة. اما الاكريليك فهي مناسبة للاشخاص اللي بيفضلوا انهاء العمل الفني في جلسة واحدة زي كده، وكمان برضو بتبقى مناسبة للرسم الخارجي لانك وانت بتشيل اللوحة ومروح بيها مش هتتبهدل منك لان هي هتكون اوريدي نشفة. نقدر ان احنا نتغلب على سرعة الجفاف من خلال حاجتين مهمين: البخاخ بتاع المية، فانا اول لما بحط الالوان بتاعتي على الفلت برش عليها رشة بالبخاخ ده علشان يحافظ على عليها، تبقى في طبقة من المية من فوق، بس مش هكتر المية قوي طبعا، يعني ممكن كل مثلا ربع ساعة او نص ساعة ترش رشة كده عشان الطبقة اللي فوق دي تفضل طرية. برضو ما بنصحش ان احنا نحط كمية كبيرة في البداية من كل لون علشان احنا مش عارفين هنستهلك قد ايه منها، هنضطر ان احنا نرميها. الالوان الاكريليك لو نشفت مش هنقدر ان احنا نرجعها طرية تاني. من الحاجات كمان اللي بتساعد على ان احنا نحافظ على الالوان فترة اطول وكمان ما يضيعش جزء كبير منها في الانبوبة، ان احنا دايما بنشتغل من تحت لفوق، يعني بنضغط اللون من تحت لفوق لحد ما نوصل للجزء اللي فوق خالص، بنبرم الجزء اللي تحت ده ونبتدي نضغط بحيث ان اللون دايما يفضل بيتوزع لحد فوق ويفضل طري ما ينشفش مننا. مهم جدا ان احنا اول لما نخلص على طول ان احنا نحط اللون على البالت، نقفل الغطا كويس جدا لان زي ما قلت لكم كده الالوان الاكريليك بتنشف بسرعه. من الحاجات اللي انا بفضلها هي ان انا اخلط الالوان على سطح ازاز، لان الازاز بيبقى سهل جدا ان احنا ننظف الالوان من عليه لما نخلص، وكمان بحب ان انا احط تحت الازاز ده ورقة علشان الالوان تبقى واضحة، لان طبعا الازاز شفاف. عشان نحافظ على المية نظيفة اطول فترة ممكنة، لو انا عندي لون اسود على الفرشة يفضل ان انا ما احطهاش مباشرة في المية، انا دايما بيبقى في جنبي قماشة بمسح فيها الاول اللون على قد ما اقدر قبل ما احطها في المية.
بحيث ان انا احافظ على المية بتاعتي نظيفة اطول فترة ممكنة، لان انا كمان مثلا لو انا بشتغل في حاجة فيها درجات بشرة او محتاجة الالوان تبقى نقية، اجي انظف الفرشة من اللون اللي فيها ما يسيبش اثر كبير جدا في المية، واضطر ان انا كل شوية اغيرها عشان المية تبقى نقية. لو انا مش هستخدمها تاني لازم انظفها من اللون كويس قوي واشيلها على جنب علشان ما تجفش مني الالوان عليها. في عملك الفني ممكن تفضل ان ضربات الفرشة تكون قوية وواضحة باستخدام فرشة خشنة، او ممكن برضو في مرحلة لاحقة تلاقي ان انت بتميل للانتقال الهادئ بين درجات الالوان، وده بيتم باستخدام فرش ناعمة. لذلك هتلاحظ ان اسلوبك في استخدام الالوان بيتحدد او بيتغير وفقا لتجارب كتيرة هتمر بيها وتغذية بصرية ومرجعية فنية، وكل ده انت بتبنيه مع الوقت. ولكن الاكيد ان اسلوبك مش هيكون وليد يوم وليلة، لذلك المطلوب ان احنا نجتهد ونركز على الاساسيات ونتقن الخامة عشان نقدر مع الوقت ان احنا ننتج اعمال فنية شبهنا. بعد اتقان التدريبات اللي انا ذكرتها ممكن ننتقل لمستوى اعلى وهو البورتري. برضو مهم ان احنا ندرس معلومات اساسية عن الالوان نفسها، عن خصائصها وعجلة الالوان وخلط الالوان وتأثير الالوان على بعضها. في فيديو سابق انا عملته عن درجات البشرة وازاي نقدر نحددها بناء على عوامل مختلفة، لان هي مش قاعدة واحدة بنمشي عليها في كل الحالات. فانا هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس، فاتمنى ان انتوا تشوفوه عشان هيفيدكم جدا. Thank you.
دي اهم النصايح اللي ممكن تساعدكم وتفيدكم في استخدام الالوان الاكريليك. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا منها، ولو عندكم اي اسئله او اقتراحات اكتبوها لي في الكومنت، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا التنبيهات عشان دايما توصلكم الفيديوز الجديده. شكرا جدا لمتابعتكم، وبتمنى لكم يوم مليان فن وجمال. Thank you.